يسرنا أن نرحب معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن، وأهلا وسهلا فيك معنا. بدنا نسألك أيمن بداية، بعد كل ما عرضوا التقرير، هل تعتقد أننا اليوم أمام أزمة ابتكار بمنصات التواصل الاجتماعي؟ هلا نانسي، انت يعني هلا لما اخترتي هذا الموضوع توقيته كثير منيح، لانه نحن بالاعلام الاجتماعي بمرحله تغير من الطريقه الافتراضيه يلي عاده نحن بنشوف المضمونين. عاده عندنا صوره ثابته وفيديو بسموه بالنيوز فيد يلي كنا كلنا بالتليفون بنكون كل النهار عم نمرق صور وفيديوز ونرجعهم كل يوم، وفي مضمون ستوريز هني الدوائر يلي هني يعني المضمون يلي 24 ساعة. نحن هلا بمرحلة تحول، لأنه عم نميل أكثر لاستهلاك أكبر للمضمون يلي عم يجي من ستوريز، وحنوصل لمرحلة بواحدة من هالدوائر الاجتماعية عم نستعملها كل يوم، رح يحول المضمون افتراضيا بدل ما يكون الصور الثابتة رح يكون ستوريز هو الأساسي، بس نفتحه بيكون هيك. فهيدي الجرأة، هيدي نحن بالمرحلة عم نتغير من طريقة الاستهلاك من هالمضمون للدوائر يلي هي ستوريز. يعني مرحلة انتقالية يمكن عم تحكي عنها اليوم، عم بجربوا فيها خاصية الستوريز اللي صارت موجودة وين ما كان. بس بدي نفسر شوي سبب هذا التكرار والاستنساخ. هل هذا الأمر طبيعي أنه في دورة حياة أو لايف سايكل عادة لكل الخدمات أو المنتجات في ركود معين ومن بعدها بيكون في موجة إبداع، أم أنه لا حيضل الوضع مثل ما هو برأيك؟ هلأ هو كمان ناسي يلي بيلعب دور فيه كمان هو البزنس. يعني هو مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك قعد مع مؤسس سناب شات وعرض عليه كمية كبيرة من المصاري اللي هي بالنسبة لي وقال لي كمية هائلة، بالنسبة له قال لا أنا ما بيهمني هالكم مليار دولار اللي بتعطيني إياهم، أنا ما بيهموني، نحن أكبر وأهم منكم. فيلي عادت عملته فيسبوك قالت طيب خلاص، إذا ما حابين إنه نحن نستحوذ عليكم نحن حنمشي بخط موازي لكم، ومنا حطوا ستوريز بإنستغرام وبعدين مع فترة على فيسبوك وكمان ضمن واتساب، فقدروا ينافسوا بطريقة كتير كبيرة. فهيدا السؤال كان إنه في تطور يا في مؤسسة كبيرة تستحوذها أو بتنافس عليها بدرجة نجاح. وفيسبوك عملت نجاح كبير بإنستغرام وفيسبوك وواتساب بهذا الموضوع. فهذا الطرح صار، يعني يا بنشتريكم يا نحن بنمشي بخط موازي لكم أو بنسرق أفكاركم يمكن. ما بعرف إذا بيجوز هيدا التعبير. يعني بنشوف أنه هذا الأفكار عم تتكرر من منصة للتانية، وما عم نشوف أنه في يمكن دعاوى قضائية بين هذه المنصات. شو رأيك؟ هلا نسي بكتب البزنس، هلا عم تنعمل بكتب البزنس يلي عم بيعلموا فيها بالجامعات، عم بيقولوا انه اذا بدكم تميزوا حالكم كمؤسسة لازم تكون اكثر من خاصية، وبيحكوا عن سناب شات. فهلا بيعتبروا انه ستوري كانت ناجحة كتير بس حطوها بإطار خاصية يلي هي انه قدر حدا تاني ينقلها ينسخها وينجح فيها. فانتم ما كان عندكم هالطريقه انكم تحموا حالكم او يكون في هالطريقه الغير، لانه هي باطار الخاصيه. فبالكتب عم بيحكوا انه لا، لازم تلاقوا طريقه اساسيه تغيروا عنا. منشان هيك نانسي اذا نحكي نحن عن تيك توك اليوم في عنده ميزات كتير كبيره اللي عم تستحوذ كل الناس تكون عليه. يعني ماني اكيد اذا انت يعني عم يكون فيك تقضي وقت على تيك توك اما لا على سايت شخصي نانسي، بس طريقه المعلومات اللي بيدرسها عنك وبيشوف المضمون اللي انت عم تشاهديه وعم بيقدر يعطيكي مضمون بيشبهه بطريقه كتير بسرعه، يعني ضمن ساعات، بس يعرف بس من ضمن ساعات قليله انت شو عم تحضري اي مضمون عم بيقدر يعطيكي. صحيح، لدرجة مخيفة. يعني قبل كنا نشوف البحث، يمكن تبحث عن أمر معين ترجع تشوفه قدامك، هلأ عم نشوف يمكن مرحلة متقدمة أكثر نوع المضمون. بس خلينا نحكي شوي أيمن، اليوم ما فينا ننكر أنه أزمة كورونا كانت نقطة تحول فعلية. منصات التواصل الاجتماعي بطلت مثل ما كانت من قبل ندون فيها ما يجول في ذهننا، بس أصبحت تلعب دور كبير جدا بالاستراتيجيات الرقمية والتسويق أيضا والوصول والتأثير بالرأي العام. أليست الشركات متنبهة إلى هذا الموضوع وتخشى أنه يفوت القطار، أم أنه غياب الإبداع مريحة بالوقت الراهن؟ لا يلي يعني غياب الإبداع يلي عم تتفضلي فيه مريحة، لأنه بأزمة كورونا يلي نحن إن شاء الله صرنا ببوادر خير فيها، أنه كمية الوقت اللي عم نقضيها نحن على صعيد شخصي فيها هائل كبير، وهني لأنه هني مؤسسات عالمية متداولة بالسوق التجاري، خاصية نجاح عندهم هني عدد الأشخاص اللي عم يستعملوا على صعيد يومي وقديش عم بيقضوا وقت
ضمن هيدي المنصه. فهول العاملين بازمه كورونا زادوا كثير 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 كبيره على كل المنصات. فهيدي حطتهم بمرحله نجاح مؤقت يعني عم بيريح شوي موضوع الابداعي اللي تفضلتي انت فيه، بس كمان عم بيضغط عليهم كمان انه يقدروا يحسنوا خاصياتهم ليقدروا تكون يعني لما نحضر الفيديو نقدر نحضر، لانه في عدد في ضغط كثير كبير على هذه الشركات ضغط تقني كلنا عم نحضر بنفس الوقت. فهيدي عم يعملوا إبداع إذا بدك بشيء نحن ما عم نقدر نشوفه ونلمسه على صعيد يومي. وبرأيك ما بيفسح هذا الشيء المجال أمام يمكن منصات تواصل اجتماعي جديدة؟ شفنا بعض المنصات التي ظهرت بالفترة الأخيرة بتوجهات يمكن يمينية متطرفة أكثر بعد بعض القيود يلي فرضتها تويتر وشركة فيسبوك أيضا على منصاتها. هلا المشكله بمنصه اجتماعيه لتنجح بدها كميه هائله من المصاري ومن الناس الشاطره يلي اختصاصها هذا الموضوع. في كثير ناس بعرفهم انا عم بيحاولوا يعملوا شيء وبنبههم انه بدك بحر مصاري، منشان هيك نحن بنشوف مؤسسات هائله مثل تيك توك عم تقدر تنجح بهيدي الفتره مثلا، او انستغرام لانه في ناس وراها، في مؤسسات كبيره وراها، في فلوس وراها عم تقدر تكبرها. فحتى لو حدا تاني بيجي ينافس حينافس بدرجه كثير قليله اذا ما عنده هيدي الامكانيه الكبيره ورا. شكرا جزيلا لك الخبير في تقنيه المعلومات ايمن عيتاني لا يمل من دبي.